مرة أخرى بنعود لحضراتكم، أهلا وسهلا بكم كل مشاهدينا الكرام. الحقيقة طبعا كلنا متابعين بشكل كبير جدا للملفين المهمين السياسة والاقتصاد. قبل 2011 ما كناش بنتكلم سياسة بالشكل الواعي اللي احنا بنشوفه دلوقتي، وما كناش على دراية بالاقتصاد المصري بكل فروعه وتفريعاته وبكل ما فيه زي ما احنا دلوقتي على دراية به. ولكن مشاهدينا الكرام، بعد 2011 كده حصل، بعد الثورة حصل ثورة بقى فكرية وعقلية، وأصبحنا كلنا فقهاء سياسيين، كلنا فقهاء أيضا كمان في المجال الاقتصادي. ولكن يعني هذه الثقافة لم تفيدنا بأي شيء، لأن إحنا الحقيقة لم نتلقى هذه الثقافة كما ينبغي. لأن إحنا لو كنا مثقفين بهذا أو بالشكل اللائق بالمضمار السياسي والاقتصادي، لأنهم الاثنين على فكرة لا ينفصلوا، كان زمان يعني ايه يعني ما مرناش بكبوات معينه. بعد الثوره مصر عاشت على المنح وعاشت على الاحتياطي بتاعتها وعاشت على المعونات فتره من الزمن. ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر ان هو غير مسار الاقتصاد المصري، يغيره من هذه الفتره من بعد الثوره من هذه النقطه، وغيره ايضا بشكله المعهود عليه حتى كمان قبل الثوره. لأن إذا أردنا التغيير مش هنبص تحت رجلنا فقط، لابد أن احنا نبص للأمام علشان يبقى التغيير على أسس ويستمر ويجي جيل ويبني ويجي الجيل اللي بعديه ويضيف. لازم يبقى هذه النظرة بهذا الشكل. ولكن حقيقة من خلال ما كنت بكلم مع ضيف الكريم قال لي نقطة مهمة جدا، قال لي أن ثقافة المواطن لازم يكون فيها شغل كمان عشان تلحق بثقافة الاقتصاد المتغير. طب ده هنعرفه ازاي؟ ده هنعرفه من ضيفنا الكريم اللي احنا هنتكلم معاه دلوقتي. ولكن احنا عنوان حلقتنا النهارده هو دور الدوله في التخفيف عن المواطن. على الرغم من ان احنا لدينا في جزء مهم قوي في الوعي، احنا عايزين نظبطه اكتر ونخليه يتماشى مع كل هذه الحركات والتحركات الاقتصاديه اللي احنا بنعيشها الان، واللي المواطن بطلها، واللي سياده الرئيس شكره ايضا كمان على انه تحمل مع يعني كل هذه الأعباء وهذه الفواتير الاقتصادية علشان ننهض بقى بمصر ونغير ملامح الاقتصاد المصري. على الرغم من كل ده إلا أن برضو سيادة الرئيس بيشتغل على أن هذا المواطن كفاية ما يتألمش أكتر من كده، ما يتوجعش أكتر من كده، هو استحمل كتير، وخصوصا مش بس بقى عشان تغيير الدفع الاقتصادية كلها، كمان علشان يعني هذا الوباء الكبير اللي هاجم العالم بطريقة شرسة وظلاله أيضا كمان من الركود الاقتصادي كبيرة جدا وفواتيره أيضا كمان كبيرة جدا. هيعمل إيه سيادة الرئيس؟ أو الحكومة هتشتغل إزاي؟ أو المنطق بيقول إيه في هذا المجال؟ ضيفنا الكريم هو الدكتور وليد جبلة، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع. دكتور وليد، يا أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. دايما لما الدنيا يعني بتعمل يعني مشكلة كده في دماغنا وفي تفكيرنا، نقول لازم احنا يبقى لنا قاعدة كبيرة مع دكتور وليد. شكرا جدا. والله يا فندم، الحقيقة ان ممكن نبدأ من اخر الاخبار تفضلي، ومن خلالها بقى نستقي المحاور والطريق ماشي ازاي دلوقتي. يعني عندنا جلسة مجلس النواب النهاردة، الجلسة الاولى في الفصل التشريعي السادس، وطبعا حضرتك تابعتها، وكمان الدعوة لانعقاد مجلس الشيوخ هيبقى ان شاء الله في يوم 18 من هذا الشهر. هناك دلالات معينة لهذا الأمر ده بداية. يعني أنا مش شايف أي أنا نتابع، ويمكن البعض ربط ما بين دور الانعقاد السادس وإذا كانت الانتخابات هتتأجل ولا مش هتتأجل، إنما دياما الأمور ما لهاش أي علاقة ببعضها. الدور الانعقاد تم وفقا للدستور خشية من حدوث فراغ تشريعي في هذه الفترة. المجلس مرت 3 شهور الخاصين بالأجازة، فبينعقد في دور الانعقاد منقوص يعني كاستيفاء للشكل الدستوري، فمش يعني هو ده الصح يعني اللي يتعمل، يعني ده نمط معهود هو ده، يعني هو بس جديد علينا لان هو ما كانش بيجي علينا اول اكتوبر بالشكل ده. كان توقيت الانتخابات قبل كده ما كانش كان بيتم قبل اكتوبر، فما كانش بيجي علينا اكتوبر، ما كانش بتيجي الاجازه بتنتهي وبيجي شهر اكتوبر وعايزين نبدا ويكون الانتخابات لسه ما ابتدتش.
فهي المره دي هي ظروف ترتيب ظروف ترتيب المواعيد دفعت الى ان انا الاجازه انتهت 3 شهور وبقينا في اول اكتوبر، و بيتم انعقاد دور الانعقاد المعتاد، هيكون منقوص طبعا مش هيكمل علشان المده بتاعته، هيكون مجلس النواب الجديد اشتغل، وده شيء ما فيهوش مشكله يعني. انما مساله ان ربط ده وبعض القنوات المعاديه بتربط ده بتاجيل، لا طبعا يتاجل ليه؟ حتى ولو كان هناك في طعون في المحاكم، احنا متعودين في كل الانتخابات فيها طعون في المحاكم، النقابات، انتخابات مجالس النواب، انتخابات مجالس الشيوخ، في طعون في لجنه في طعون في القضاء، دي امور يعني ما بتعرفها كل الانتخابات سواء في مصر او بره مصر. انما بتنتهي في الاخر يعني الامور الاجرائيه، اصل الامور الاجرائيه ما فيهاش فصال يعني، الامور الاجرائيه بتتم وبتكون مدروسه كويس قبل ما يتم الشروع فيها. نعم. أيضا كمان من الأمور والأشياء اللافتة للنظر هي إشارة سيادة الرئيس بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لشهر، يعني إن شاء الله تنتهي في 30 من شهر أكتوبر. اهتمام الرئيس بالمواطن في هذا الملف بقى، يعني احنا عايزين نتوقف هنا قليلا. هو اللي بيلفت نظري كمان يعني فكرة ان الحكومة مش معنده، احنا من نادرا لما بنشوف الحكومة المصرية لما تلاقي ان المواطن ليه طلبات بتستجيب، واضح ان دي توجهات من سيادة الرئيس. الناس عايزة تتصالح يعني، إن على فكرة قانون التصالح كان مطلب شعبي، الناس هي اللي كانت عايزة قانون التصالح مش الحكومة اللي عايزاه، وكانوا بيطلبوهم من النواب، وكتير كنا بنقول امتى بقى هيخرج قانون التصالح، وكنا بنستناه 4 سنين. فهي الفكرة بس ان قانون التصالح وصل بصوره خشنه شويه للمواطن. نعم. ويمكن المده كانت قصيره يعني انما الحكومه النهارده لما رئيس الوزراء اتكلم وقال انا بمده شهر، ولو لقيت ان في ناس ايضا محتاجين ان هم يقدموا، عنده مرونه انه هيمدوا اكتر من كده، ده كده مفيش مشكله. يعني القضيه في التصالح، هو التصالح مين اللي هيستفيد منه؟ كل حصيله التصالح اللي وردت للدوله لحد دلوقتي اقل من 7 مليار. العقارات اللي هتتم التصالح من خلالها هتستفيد بمزايا، هيبقى من حقه بمجرد انه حصل على التصالح من حقه يطلب من الدوله مرافق كامله، يطلب غاز، يطلب ميه، يطلب كهرباء، يطلب مدرسه، يطلب مستشفى، يطلب كل اللي هو عايزه، لانه بقى راجل مشروع، فضلا عن ان قيمه التصالح هتزيد. يمكن المده طبعا علشان كانت قصيره هي اتمدت اهي، وهم جاهزين ايضا لمدها. وانا شخصيا كنت اتمنى ان المشرع من البدايه كان يفطن الى ان ما كانش بالضروره في مده، لان هو لو كان القانون مفتوح من غير مده، وانا قلت للي عايز يستفيد من المزايا مجرد ان احنا هنعرض المزايا للناس، كانوا هم اللي هيجوا من غير ما يحسوا بصدمه، كانوا هم اللي هيتسابقوا على يعني على التقدم. شايف ان المزايا هي اللي تعرض اولا، المزايا قبل المده، لان نعم. القانون فيه مزايا كتير، الخوف من خوف الناس من انتهاء المده وما سيحدث بعد انتهاء المده خلاهم مش شايفين المزايا الكتير اللي هم هيحصلوا عليها. انا بيتهيألي يعني انا كنت اتصور القانون ده ما كانش مشروع حكومه على فكره، القانون ده كان بمقترح من نواب من مجلس النواب، الحكومه لم تتقدم بمشروع تصالح، القانون الحكومه ما طلبتش التصالح، ده اللي طلبه الشعب، طلبه من النواب، والنواب قدموه هديه للشعب. تخيلي بقى ان كده الامور اتفهمت غلط خالص. لا، الحكومه لم تتقدم بمشروع قانون للتصالح. نعم. ده مقترحات من النواب وفضلوا يدرسوه 4 سنين. وتقدموا به هديه للشعب. فكره الخوف بس، فكره انه ما وصلش، الناس خافت من انتهاء المده. بس هي دي وما سيحدث بعد انتهاء المده. زي ما قلت هو في كانت طريقه خشنه. يعني عشان هي هو وصل نعم. كده بس، لكن هو بعد ما الرئيس تدخل بنفسه، وبعد ما وجه وبحسب نبض الشارع ووجه الحكومه ان هي تراعي المواطن، كل اللي اندفع زي ما قلت لحضرتك لا يوازي شيء نظير المبالغ الكبيره اللي هتدفعها الدوله علشان خدمه هذه العقارات بعد التصالح. طب انا عايز اسال سؤال، هي المبالغ اللي هتدفعها الدوله هتجيبها منين عشان تكمل مرافق؟ هتجيبها من الضرائب، الضرائب دي بيدفعها المواطن اللي خالف واللي لم يخالف. فمش معقولة المواطن اللي خالف ولم يخالف وسدد التزاماته للدولة تحصل منها على تكلفة
اللي تقدم مزايا للمخالف دون ان يشارك المخالف، يعني اقل شيء بالنسبه للمخالف ان هو يشارك في المزايا اللي هيحصل عليه. فهي دي ده الرسم، وده شيء طبيعي يعني ما فيهوش مشكله. اذا كانت حصلت يعني مساله المهله، فمش بس المهله، حصل مزايا، ودي مسانده كبيره من يعني للمواطن. بمناسبه الحلقه دي اللي هيكون هناك تقسيط، حصل فيه تخفيض في الاسعار، وصلت في الريف الى الحد الادنى 50 جنيه وده رقم صغير جدا. ايضا اللي الورق مش قال انها توصل 30 جنيه يا دكتور ولا لا ولا دي مش لا مش هينفع، لان ده الحد الادنى في القانون. ما هم الحكومه ممكن هي الحكومه عندها سلطه ان هي تنزل بالرقم بس فيما لا يخالف القانون. القانون اللي صادر من مجلس النواب وضع حد ادنى 50 جنيه، فالحكومه وصلت يعني ان هي طبقت الحد الادنى. تمام. طيب مستوى معيشة المواطن المصري كيف كان وكيف أصبح الآن؟ وطب علشان نتكلم في ده، طب لأن الأمر هنا فضفاض شوية، نقسمه. هنقول قبل 2020 أو قبل تاريخ كورونا مثلا، نقول قبل شهر 3 2020، مثلا من شهر 7 مثلا، من شهر 7 لحد شهر 3 2019، لحد ما دخلنا بقى في بدايات 2020 وقبل كورونا، كيف كان النمط؟ هو اسمحي لي في البداية، احنا عندنا في الاقتصاد المشكلة الاقتصادية اللي قايم عليها علم الاقتصاد بالكامل، هو ان الطموح اكبر من الامكانيات. وكل ما تم اشباع حاجة من حاجات الانسان بيتطلع الى حاجة اخرى. احنا لو شفنا واحنا صغيرين كنا بناخد مصروف من اهلنا قد ايه، كان يعني حاجات بسيطة جدا، كان طموحنا قد ايه. كان التلفزيون كان القناة الاولى والقناة التانية، الفواتير كانت هي الماء والكهرباء، ما كانش فيه نت، ما كانش فيه موبايلات كتير. فطبعا لما بنشوف مثلا حد كان عايش في الثمانينات، الطموح بتاعه واللي كان بيحلم بيه هو كان يركب عربية، مش عايز اقول انواع من اللي هي موديل 85، من مش مكيفه مثلا. فكره التكييف النهارده بقى اللي طموحه لا ده انا عايز عربيه مكيفه. فالطموح متغير. القضيه ان في صراع ما بين ان حد عايز يحقق طموحه الجديد، وكل ما بنحقق طموح بيحقق اكتر. لكن انا كمواطن في العموم هفضل عندي طموح، ده مهما كانت الظروف الاقتصاديه ما يخلينيش احبط، ما يخلينيش احزن، لان هو ده صراع الحياه، هي دي حياتي. لكن بالنسبه للمقارنه، انا ما بقارنش نفسي بالمثاليه، انا بقارن نفسي بغيري من الدول. انا لما بشوف مثلا احنا قبل يناير 2011 كانت الدوله عندها مشروع اقتصادي ربما لم يكن فيه عدالة اجتماعية كافية، ولكن هو كان محقق نجاحات والمؤسسات كانت بتتكلم عنه كويس، ولكن هي أزمته الحقيقية انه ما كانش بيخلق عدالة اجتماعية كافية. كون ان ما اللي حصل بقى ان لما حصل الاضطرابات السياسية في بعد 2011، اللي حصل ان المساواة بقت مساواة في الفقر مش مساواة في الغنى. العدالة بقت عدالة في الفقر، لأن الاقتصاد وقف، الإيرادات وقفت، كناش حاسين بفداحة المشكلة، مشكلة كبيرة جدا. بس أنا كان عندي احتياطي، كنت بدعم الاحتياطي، عندي مساعدات كانت بتقدمها لنا الدول الشقيقة، كنا بنصرف منها. يعني الناس اللي كانت بتطلع في احتياجات فئوية وكانوا بياخدوا فلوس ديا وبياخدوا زيادات وبتستجيب لهم الدولة، هي هتستجيب لهم الدولة منين؟ هي الدولة مش عندها خزنة بتتخرج منها يعني. فما فيش، طالما ما فيش إيراد لازم الاموال الورق المصري يكون متغطي بعمله اجنبيه، لان الاستيراد في الفتره دي زاد، فكان كلها منح ومعونات. لما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر اكبر من ان هي تعيش على المنح والمعونات، مصر دوله كبيره، واللي بيساعدونا ما يقدروش يساعدونا، ده احنا 100 مليون، ما فيش حد يقدر يساعد 100 مليون، احنا عدد كبير جدا، ممكن يقف جنبك لفتره مؤقته لكن مش هيقدر يقف جنبك على طول. ده غير ان احنا دوله اقتصادها قوي. احنا مش فقراء، بس احنا عندنا حاله توقف في العمليه الانتاجيه. احنا واقفين، احنا لو اشتغلنا هنحقق كل المستهدفات بتاعتنا. فاللي حصل ان الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال برنامج اصلاح اقتصادي كان جريء جدا وقاسي وخشن، تحملناه جميعا، بس كانت النتيجه ايه؟ كانت النتيجه لما بشوف مشروعات قوميه ماليه البلد، قبل ما حد يقول لي انا استفدت منها ايه، هقول له اخواتنا هم اللي بنوها وحصلوا على رواتب فاتحه بيوتهم، لو لم تكن هذه المشروعات البيوت دي ما كانتش اتفتحت.
والاجور اللي هم حصلوا عليها من عملهم في هذه المشروعات راحت للجزار وراحت لمحل الملابس وراحت للطبيب وتم ضخها في السوق، فراحت بصوره انتقلت بصوره غير مباشره الى حتى الناس اللي ما اشتغلوش في هذه المشروعات. عجله الاقتصاد اتحركت لما قطاع التشييد والبناء اتحرك، ابتدت يحصل حركه في السوق. كان هناك على الجانب الاخر سداد لمستحقات شركات البترول الاجنبيه اللي ما كناش بندفعها في فترات الاضطراب السياسي، كانت الكهرباء بتقطع، الغاز كان ما كانش فيه غاز، ليه؟ علشان ما كناش دافعين مستحقات شركات البترول والغاز. لما سددناها الناس رجعت تشتغل، تحول ظهر حقل ظهر وظهر الغاز ورجعنا نوفر ثمن الغاز اللي كنا بنستورده، رجع حلينا اشترينا المحطات بتاعت الكهرباء، محطات الألمانية بتاعت الكهرباء، رجعت الكهرباء ترجع كل السلع. النهاردة في عز أزمة كورونا، لما انتقلنا في أزمة كورونا بنشوف في شاشات التلفزيون دول كبرى في تكالب على السلع وعلى الأغذية، احنا كل شيء موجود في المحلات، ما فيش أي حاجة ناقصة. احنا كل الكهرباء ما قطعتش، المية ما قطعتش، البنزين متوفر، كل الحاجات الأشياء الأساسية للمواطن ما قطعتش. هل ما انضرناش؟ ما فيش واحد في الكرة الأرضية ما انضرش من كورونا، صح؟ اندرينا، بس يعني ده مش معناه ان انا اخرج مع حضرتك وانا مكشر وحاطط ايدي على خدي وكورونا وهعمل ايه، لا. احنا مستهدفاتنا على طول بتتغير، هي حلها العمل. الرئيس كان دايما يقول زعلت اشتغل، فرحت اشتغل، عايز فلوس اشتغل، هو الشغل هو دواء كل شيء. دور الحكومه ان هي تهيئ للمواطن الشغل. طب ايه المسانده اللي عملتها الحكومه في مرحله كورونا او ما بعد كورونا؟ قدمت ايه؟ شفناها قدمت حاجات كتير. اذا بصينا مثلا للبسطاء اللي عملت اليوميه، ودي اللي حصلوا على اعانه البطاله 500 جنيه، فضلت شغاله، كانت المفروض تنتهي في 30/9، الرئيس وجه بان هي تستمر الى نهايه 2020. ايضا العاملين بالسياحه بيحصلوا على اعانه وهتستمر ايضا لنهايه 2020. الناس اللي عليها قروض او اللي عليها استحقاقات للبنوك تم وقف هذه المستحقات لمده 6 شهور. الدوله كانت حريصه جدا ان هي حددت الفجوه التمويليه. احنا طبعا ايراداتنا قلت، ده شيء طبيعي. ايراداتنا الاجنبيه قلت عشان السياحه توقفت وعلشان ايرادات قناه السويس. الحكومه حصرت، شافت احنا الفجوه التمويليه عندنا قد ايه، واقترضت من البنك وحصلت على تمويل من مؤسسات دولية علشان تدعم الاقتصاد عشان تمرر الأزمة. طب كنا هنزعل ونقول لها لا ما تقترضيش، ما أنا لو ما اقترضتش كان سعر الدولار ارتفع، لو كان ارتفع كان كل الأشياء أسعارها زادت، لكن احنا عشان تمرر الأزمة حصلت الفجوة التمويلية، قدرت تسددها علشان لما تعدي الأزمة بيكون حالنا أفضل، نبدأ نسدد في هذه الديون اللي عدينا بها الأزمة. طب بس كده، كانت حزمة المساعدات وصلت ل 100 مليار جنيه. 100 مليار جنيه ده البعض برضو كان بيقول هي الصحة، يعني صرفت 100 مليار، ده احنا لو كنا وزعناهم على الناس العيانين كانوا ما عرفش ايه. ال 100 مليار ما راحوش للصحة لوحدها، لان مش احنا التضرر عن كورونا جزء صحي متعلق بالقطاع الصحي، وده تم الانفاق عليه في تطوير مستشفيات وتجهيز مستشفيات وعلاج وزيادة البدل للكادر الطبي وغيره. لكن من ضمن هذه الحزمة الإعفاء الضريبي وإلغاء غرامات التأخير على الشركات المتوقفة علشان تقدر تكمل، علشان الناس اللي شغالة ما تتفصلش. من ضمنها التكلفة اللي تمت علشان دعم القطاع السياحي عشان الناس تكمل، دعم قطاع الطيران، القطاعات المتضررة بالكامل حصلت على 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 دعم. من ضمنها يعني الكثير برامج، طبعا احنا عرفنا وكلمنا كتير عن الاجراءات المسانده. فاجراءات المسانده لما بقول 100 مليار لكورونا، ده مش معناه بس ان هي في القطاع الصحي. خرجنا من بنتعافى دلوقتي، وكل المؤسسات قالت ان مصر هي من اكثر الدول قدره على التعافي السريع، بس التعافي السريع محتاج فلوس، محتاج تمويل. الدوله بتحاول تضخ دلوقتي، تضخ استثمارات في 280 مليار جنيه استثمارات في الموازنه الحاليه، الحكومه حريصه ان هي تضخهم في مشروعات بنية أساسية، في مدارس، في صحة، بحيث أن ال 200 مليار يروحوا رواتب للناس يحركوا بيهم السوق. مصممة أن هي بتساند المساندة لإعانة الأعمال غير المنتظمة وإعانة قطاع السياحة، كل ده هينزل السوق، كل ده هيحرك السوق.
الـ كان بالامس كان في قرارات صدرت من رئاسه مجلس الوزراء متعلقه بان هي حد المستحقات الحكوميه لدى القطاع السياحي هيتم تاجيلها، الايجار الخاص بالمنشات اللي من الحكومه هيتم تاجيله، الكهرباء والميه هيتم تاجيلها، كل يعني الحزمه حزمه كبيره جدا بتخفف على الناس عشان ترجع تشتغل. ولما بنقول نشتغل ده مش معناه ان كورونا خلص، لكن احنا مش هينفع نتوقف. كورونا قدرنا فعلا نتجاوز المرحله الصعبه اللي وعدت، ولكن محتاجين ان احنا نشتغل وفي نفس الوقت نحافظ على الاجراءات الاحترازيه بتاعتنا. نعم. طيب حضرتك يمكن الجزء المتعلق بقى بدوري انا كمواطن، هو دوري انا مش عامله من نفسي، يعني انا مش لازم برضو هيكون له يعني تراك معين او نمط معين مدروس علشان انا اكون فاعله اكتر. ويمكن حضرتك قلت ان في ثقافه للاقتصاد يمكن هي مش متاحه دلوقتي للمواطن المصري، ويمكن حتى قبل الهوا حضرتك ضربت مثل ان وقت الاصلاح الاقتصادي ايام الزعيم جمال عبد الناصر كان هناك يعني كان هناك تحرك كبير جدا في تغيير ثقافه المواطن المصري، وان هو يكون موجود معايا بعقلي وبعقله وبدانه، ويعني لان ده مهم قوي. يعني هو طبعا احنا في ذكرى الزعيم جمال عبد الناصر رحمه الله عليه، وكان من اعظم الرؤساء اللي تولوا مصر، وصاحب مشروع نهضه. اتصور ان مصر لم تشهد مشروع نهضه منذ الزعيم جمال عبد الناصر الا المشروع اللي بيقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي الان. الرئيس السادات نجح في الحرب والسلام، ولكنه لما اتى جاي يشتغل في المشروع الاقتصادي ما قدروش، يعني ما قدرش مراكز القوى وقفوه. الفتره بتاعت الرئيس حسني مبارك كانت فتره استقرار، وكانت فتره بطيئه القرارات. فاللي اتاخرنا فيه في الفتره دي الدوله بتحاول تدركه وبصوره سريعه الان. المشروع النهضه الحالي هو من أصعب مشاريع النهضة اللي ممكن تتطبق على مصر. ليه؟ لأن مصر منذ تاريخ إنشائها كانت النيل هو اللي بيجذب الناس من كل بقاع الأرض، فإحنا مية النيل بتجمعنا، الرقعة الزراعية الصغيرة كانت بتجمع الناس زي المغناطيس. فلما نقول للناس اخرجوا للمدن الجديدة عكس اتجاه المغناطيس اللي مصر اتعملت عليه، يعني أسست عليه، نشأت عليه. فأنا بغير ثقافة من أيام الفراعنة، الناس كلها بتيجي على المية، على مية النيل، أقول لهم اخرجوا بس ملوش حتمي. ما هو خلاص مفيش مجال، يعني أخلاقيات الزحام قتلتنا، أخلاقيات الزحام عملت مشاكل اقتصادية، مشاكل اجتماعية، مشاكل نفسية، مشاكل جنائية، نسبة الجريمة، مشاكل بيئية، مشاكل بيئية. احنا خلاص الموضوع انتهى. انا قبل ما النهاردة لما كثافات الفصول في المدارس زايدة وبنطالب الدولة بتخفيف كثافات الفصول في المدارس، طب هتبني المدرسة فين؟ اي مكان في القاهره هيتبني في المدرسه. على افتراض ان 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 تكلفه المدرسه موجوده، بس خلاص ما فيش اماكن، كل الاماكن اتبنت. لو هبني مستشفى هبنيها فين؟ لو عايز سنترال، لو عايز ازود الخدمات، خلاص النهارده وشفنا علشان التطوير اللي تم في مصر الجديده واللي بيتم في مدينه نصر، علشان يتم التطوير اتكلف تكلفه ضخمه جدا جدا جدا. ولما الشوارع اتحركت الناس مش عارفه تتحرك. فاحنا يعني علشان نعمل سيوله مروريه الناس متعوده تمشي في الشوارع على رجليها، ففي معضله صعبه جدا ما لهاش حل غير ان احنا نخرج. فالدوله على حلت كمان المشكله. قبل كده كان لما بيتعمل مدن جديده كانت بتتاخر، ما بقاش في ربط ما بينها وما بين الوادي والدلتا، ما بقاش فيها خدمات، ما بيبقاش فيها حاجه، كانت بتبقى مدن اشباح. النهارده قبل ما بيحصل بناء مدينه جديده في التجمعات الجديده، لا، اتعملت طرق حديثه جدا، الطريق الدائري الاقليمي اتعمل اللي ربط ما بين الدلتا وبدايه الصعيد. النهارده في طريق بنروح للعالمين بطريق سريع جدا، في التوسعات في هضبه الجلاله العاصمه الاداريه الجديده، الكثير من التجمعات الجديده اللي تمت، اللي مطلوب ان هي تشد الكثافات. انا دوري كمواطن اللي حضرتك سالتيني عنه،
اذا انا عايز الخير ما انا اروح مطرح ما هو موجود، ما الشغل مش هيجي لي بقى هنا، الشغل هناك. الشغل المشروعات جديده، انا لما اعرف ان محور قناه السويس في مناطق صناعيه، لما هعرف ان في مناطق صناعيه في مدينه السادات، وفي مناطق صناعيه في العاشر من رمضان وفي المدن الجديده، ومش بس كده، ده في جامعات، وطالما الجامعه اتواجدت مفيش مدينه جامعيه النهارده، مفيش مدينه جامعيه، مفيش مدينه جديده ما فيهاش جامعه. نعم. اذا المستقبل هناك. فكره لسه هنقول ان الاب يبني عماره يسكن في الدور الارضي واولاده يتجوزوا فيه، خلاص. اليه التثقيف في المجال ده الى حد ما دلوقتي مش مكتمله، واعتقد ان ده المفروض ان احنا نشتغل عليه دلوقتي بقى، ما اذا كنا عايزين بناء اقتصادي، فما ينفعش بناء اقتصادي بدون بناء عقليه المواطن، ما هو ده اللي هيعايش هذا الاقتصاد. هو 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 ثقافه ودعائي كمان، يعني لما دعائي. حضرتك ذكرتي الزعيم جمال عبد الناصر لما عمل المشروع، وكان النموذج الاقتصادي في الوقت ده اشتراكيه. هي على فكره العبره مش كون ان اشتراكي او كون ان هو راس مالي، العبره انك تكون متوائم مع مقتضيات العصر. فالعصر في الخمسينات كان عصر، كان عصر اللي كانت الاشتراكيه هي اللي كانت ناجحه على مستوى العالم، وكانت الراسماليه متراجعه. النهارده العالم كله ما فيهوش اشتراكيه، العالم هو كله عولمه واقتصاد حر وتكنولوجيا وخط ثاني. فمع اختلاف المشروع، احنا لما الفتره بتاعه جمال عبد الناصر كان دعائيه جدا، يعني الناس كانت بتغني للاشتراكيه. في حد غنى للمشروع الاقتصادي المصري النهارده؟ لا. احنا ام كلثوم كانت بتغني للمشروع الاقتصادي، جمال عبد الحليم حافظ كان بيغني. هنرجع تاني بقى ليه؟ فهي فكره احنا عايزين نفرح باللي احنا بنعمله. لان انا مش عايز المعيار، انا مش عايز انا كشخص انتظر الكمال. طبعا احنا كلنا بنحب بلدنا، وكلنا عايزين بلدنا دي تبقى في القمه، بس القمه بتتم ازاي؟ ما فيش حد بيوصل للقمه. انا لازم اشوف حالي وحال غيري في المنطقه، حالي وحال غيري في العالم. انا في ازمه دلوقتي، معيار الحصول معيار النجاح في ازمه كورونا ان اكون الاقل تضررا. يعني انا لما بشوف السعوديه هذه الدوله النفطيه الغنيه جدا جدا، اللي فرضت ضريبه قيمه مضافه في ازمه كورونا 15% دفعه واحده، وخفضت المرتبات 30%، ولم تقدم حزم مساندات زي هي قدمت. طبعا حزم مساندات، بس مش بالشكل اللي تم في مصر. عام وشامل المنطقة بالكامل لم تحقق معدل نمو إيجابي إلا مصر. وده بفضل إيه؟ بفضل ان احنا في كورونا برضو كان في قطاعات شغاله. رئيس الجمهوريه الوحيد على مستوى العالم اللي كان بينزل مواقع الانتاج. رئيس الجمهوريه الوحيد في العالم بالكامل، الرئيس عبد الفتاح السيسي الوحيد اللي كان بيفتتح مصانع وبيفتتح مشروعات في عز الازمه. الحقيقه برضو وقتنا خلص برضو. شكرا. سريعا كالمعتاد دكتور وليد. شكرا. ولكن طبعا اكيد للحوار هذا بقيه، وبقيه كبيره جدا، لان ما يضاف في حقل الاقتصاد المصري كل يوم هناك جديد، كل يوم مؤشرات جديده. شكرا. وبالتالي اكيد هيبقى في لهذا الحوار بقيه. دكتور وليد جبر الله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعيه المصريه للاقتصاد والاحصاء والتشريع، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. نورتنا وشرفتنا وافدتنا ايضا. شكرا. شكرا. انتظرونا مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، سنتحدث عن مستقبل زراعة فول الصويا في مصر مع دكتور طارق صابر، باحث أول بقسم البقوليات بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية. دقائق ورجعين لحضراتكم مرة أخرى.